بالنسبة للتظاهر هذه تدخل ضمن تحضيرات للبطولة الوطنية لرياضة القفز على الحواجز، واللي راح تجرى تكون في تواريخ 21 22 23 و24 من شهر ديسمبر. وهذه ثالث دورة افتتاحية لهذه السنة، اللي راح تمكننا اليوم باش يكونوا عندنا يعني معلومات على كل الخيول والفرسان اللي راح تشارك، واللي راح تدخل ثاني ضمن انتقاء الفرسان اللي راحين يشكلوا النخبة الوطنية بالنسبة لرياضة الفروسية الخاصة بالقفز على الحواجز. بالنسبة للنادي هذا، هو عبارة عن نادي جديد يتوفر على يعني منشآت ذات مقاييس دولية، وهو يتوفر على كل الوسائل اللي يعني تمكننا من إجراء دورات دولية. أما فيما يخص التنظيم، احنا نشوفوا هذا النادي يعني يحتوي على نوعين من الأهداف. هو عنده الهدف الأول نتاعو هو تربية الخيول. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معكم الأخ عزوز يونس، منتج خيل عربي أصيل، وتلاقينا عند الأخ صاحب مربط أليغونس بخيل عربي أصيل بإنتاج محلي وبمواصفات عالمية. نطمح إن شاء الله مستقبليا في أن يطور هذا المجال، مجال الخيل العربي الأصيل المخصص للجمال في الجزائر، وإن شاء الله نفوزوا بمسابقات عالمية. الخيول هذه تتنوع بين الخيول البربرية، وهو عنده اختصاص في الخيول العربية الأصيلة. الخيول اللي راهو يستحوذ عليها هذا النادي هي خيول ذات مقاييس كذلك دولية، احنا نسموهم دي شفو تاع لو موديل ياليور، احنا نقولوا تاع شبوبية تاع الزين. المرتبة الأولى والتي كانت لفائدة قيادة الحرس الجمهوري والتي مثلها بالمهل عدا وسينزانو. المرتبة الثانية تيملوكا هويام. المرتبة الثالثة جرفي كوسيلا. Timloka Huyem, cavalière de plutôt la présidente de l'écurie sétifienne et cavalière senior. J'ai monté dans l'épreuve Grand Prix une étoile et j'ai été classée deuxième avec mon cheval Dortmund de Riverland. Brahim Mousrati, cavalier professionnel. Le week-end du Jouzna s'était bien passé. J'ai une épreuve où je me suis classé une deuxième place. Ziad Nazim, je suis cavalier professionnel et je suis aussi président du club GSC Jeunesse Sportive Terrasraïn. Donc on assiste au premier concours ici au Hara Elegance. Ça se passe trop bien, le terrain est magnifique, l'organisation est top. اليوم راح حضرنا هذا ليفينمون، يعني شرف كبير كرانا معكم لهنايا، ونقدروا نقولوا انه هذا ليفينمون 100% جزائري، سي اون بروميير، صافي فريمون بليزير. من ناحيه التنظيم، من ناحيه لي جون، يا بوكو جون تانيت، جامري بيان ثاني نزيدو نشوفوها في بارتو ان الجيري ان شاء الله. يعطيكم الصحه سميره تي في، الله نحبكم، ميم ما تحبكم. السلام عليكم، معكم بن علي خوجة محمد اسلام. الوغ نشكر مجميع واحد بارتيسيبا في هذا ليفينمون، وبالبركه على تانيك اللي ربحوا، وتانيك نشكر تانيك قناه سميره تي في اللي كانت هنايا بقوه، الله يبارك.